what makes a big difference about Embrace is the people that are working in it. I've never seen anybody as dedicated, and we have been working so hard, but with such an enthusiasm, that I'm confident we're gonna get a long way. In 5 years, we will have established a suicide hotline, and hopefully what we will end up having is a 20% reduction of suicidality in Lebanon. بالحقيقة كل 3 أيام شخص عم ينتحر بلبنان وهالسنة زادت نسبة الانتحار بنسبة 25% بتقديرات غير نهائية لذلك كان لابد من إطلاق الحمل الوطني للوقاية من الانتحار من المركز الطبي للجامعة الأمريكية بدعم من وزارة الصحة وصندوق إمبريس كل واحد منكم صار بالنسبة لنا عضو مؤسس بإمبريس كل واحد منكم صار المسنجر تبعنا مرض الاكتئاب اللي هو عم بيسبب الانتحار ويضل ينحكى فيه بالاعلام وبكل الساحات مشان نقدر نساعد المرضى انهم يطلعوا من مرضهم ومن افكارهم بفكر بالانتحار اهم شيء انه يحس انه منه لوحده العالم بدها تحكي بكل شيء سمعته اليوم هو انه بدنا نحكي بدي يكون في حدا موجود لحتى احكي له بعائلتي ما في احكي عن هذا الموضوع بس معكم مع جمعيه مع جروب في احكي انه في اشخاص قاعدين بالظلمه ولازم نساعدهم يطلعوا من هالظلمه لانه الحياه حلوه وبنقدر نعيشها بطريقه حلوه. اذا فينا نحضن الروشه سوا فينا نحضن كل انسان حتى ما ينتحر شخص بلبنان كل 3 ايام.